الشيء هذا راه عندنا اليوم لقاء تواصلي مع الأمهات والآباء اللي بمناسبة تهيئ الدخول المدرسي للجمعية، كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم، كيفاش مع الأمهات ديالهم، كيفاش ما يتعاملوا مع الآباء ديالهم. كانوا الأخصائيين هما اللي شرحوا لهم كيفاش يتعاملوا معهم داكشي، كانوا المربيات المختصين صححنا الأخطاء اللي كانوا عند لي بارون عند الآباء ديالهم. الوليدات لي بارون كانوا فرحانين يعني بالدخول ديالهم للجمعية، وكانوا فرحانين حتى كيفاش غيتعاملوا مع وليداتهم، وكانوا الاخصائيين هما اللي شرحوا لهم كيفاش يتعاملوا كيفاش سميتو. والحمد لله ان شاء الله نتمنوا يكون هذا العام ماشي بحال العام اللي فات، لان كانوا تسدوا عليهم بزاف مع الكوفيد، وان شاء الله نتمنى هذا العام يكون سنه جديده ان شاء الله. اليوم كان واحد لقاء تواصلي مع الاباء ديال الاطفال اللي عندهم توحد او الثلاثي الصبغي في الجمعيه ديالنا، جمعيه نعمه الله، وحاولنا اننا نشرحوا لهم البروغرام اللي غادي نسيروا عليه هذه السنه الدراسيه. مورا بيان سور كان الكونفينمون، كان الكوفيد، دونك اغلبيه ديال الدراري كانوا حبسوا الدراسه ديالهم وكاع داك البروغرام اللي كانوا متبعين مع الاخصائيين. واليوم الحمد لله شرحنا للاباء هذا البروغرام هذا وتفهموه، وان شاء الله بالتعاون ديال الاباء ديال هاد الاطفال كل شيء غادي يكون ان شاء الله مزيان، وغادي نزيدوا بهاد الاطفال القدام. هاد الاباء كانوا الحمد لله عارفين الحالات ديال الاولاد ديالهم، وعارف عندهم بزاف ديال المعلومات على الحالات ديالهم. كما كنعرفوا ان الاباء كيكونوا ديما كيسولوا على الحاله ديال الولد ديالو اولا فين واصل، وكانوا اليوم متفهمين البروغرام اللي شرحنا لهم ومتحمسين لهاد السنه الدراسيه الجديده، ومتحمسين على البروغرام الجديد اللي غنخدموا مع الاطفال. هاد العام اللي داز خصونا كنواطلو، يعني ما غاديش نقول لكم راه يعني بلا من الله تلاقينا مع هاد الاطباء هادو، زعما صراحه خذينا منهم فكره، يعني خذينا منهم واحد شويه ديال، يعني اش غنقول لك، يعني لقينا شي حوايج اللي ما كناش حنا عارفينهم، يعني خذيناهم. يعني حنا عندنا واحد التجربه كبيره في يعني في التوحد، ولكن عاود لقينا حوايج اخرين اللي ما كناش حنا عارفينهم، كاين ناس مختصين يعني نصحونا باش مثلا كيفاش نتعاملوا مع الطفل في الدار، وكيفاش يعني الدري هذا توجدوا باش يجي للمدرسه، ويعني كيفاش تلبسوا، كيفاش يعني تتعامل معاه، وكيفاش يعني كتوجدوا كتهيئوا باش يمشي للمدرسه. الصباح مثلا خاصك توجد لهم ترونسبور بكري، ما يبقاش يتسنى داك الدري برا، والترونسبور حتى هو ما يبقاش يتسنى، يعني واحد وقت محدد يعني كيجي فيه داك الترونسبور كيهبط فيه داك الوليد قدام الباب. الجمعيه كان خصها هاد الناس، كان خصها واحد اختصاصيين باش يعاونوا هاد الدراري هادو، حيت على ما كيبان ليا من قبل كانوا الناس اللي يعني البنات اللي كانوا يعني مربيات ما كانش عندهم تخصص، يعني كانوا مهم شويه عندهم داك الشيء سطحي. الناس هذو دابا اللي تلاقينا معاهم اليوم لمست بانهم ناس يعني كفء، عندهم كفاءات، وهذا الشيء كيفرحنا حنا بصراحه، حنا كاباء واولياء هاد التلاميذ هذو يعني كيفرحنا، هاد الشيء مفرحنا بكل صحه مفرحنا. ولدي بعدا مني قلت لي غنديك المدرسه فرحان، وزعما ما مترددش على الدخول المدرسي. ايوا المهم دابا حنا درنا شي اجتماع، داروا اجتماع معنا، وداك الاجتماع فيه داخل فيه الموضوع ديال الدراري، وداكشي لان الدراري داكشي اللي هضروا عليهم نيت هو اللي كاين، وكنطلبوا ربي تكون النتيجه ساره مع هاد المربيات اللي جاوا هاد المره. هذاك الشيء اللي قالوا لينا وداكشي اللي هضروا لنا عليه كله في صح، وخاص الدراري يتعاملوا معاهم تعامل مزيان باش حتى هما يندمجوا مع الدراري ويكونوا في حسن السيره مع الدراري، داكشي ما يكونوش الدراري مدايرين مع بعضياتهم، واي واحد عنده حاله خاصه كيندمج مع بعضياتهم، لان الدراري كلهم هاد الوقت ما بقاش الدراري خاصك دير لهم هذه العنف هذه على الموضوع اللي هضرت معنا الاستاذه وداكشي.
الدراري خاصهم ضروري الخطر، خاصهم يكونوا تكون يستحمل داك الشيء اللي كيديروا، لان داك الشيء من عند الله، ماشي الدراري كيديروا القباحه ولا شي حاجه. داك المرض الدراري معصبين مديرين، خاص بنادم يكون معاهم في هذا، لان الا بقيتي شاده معاهم العكس وداك الشيء عاد ما كيزيد يتعصب، وعاد ما كيزيد حتى هو كيكون متعصب ومتردد على شي حاجه بغى يديرها، واخا يكون ما بغاش يديرها، ملي كيشوفك معصبه معاه حتى هو كيبغي يدير داك الشيء اللي بغى. نصحونا على الدراري ما ياكلوش، ما يضربوهمش الامهات، وما يتعصبوش معاهم، ويقولوا لهم شي حاجه الا بغى شي حاجه خاصو بالخاطر، ولا ما كانش في صالحه خاصو يبقى يتعامل معاه بحنان، وداك الشيء حتى ما يبغيش ديك الحاجه يديرها. انا عندي واحد 3 ايام نهار الحد ديت واحد الزربه هنايا وكيلعب مع الدراري دوك هنا في طريق المديونه كيلعب، دفع واحد الدري صغير وجاب بوات الدري وشدو قلت كيشوف ما درت والو خليته، مشيت عنده قلت له السلام عليكم، قال لي واش ولدك هذا؟ ربي ولدك. كيشوف قلت له راه دري صغير، انا ما كنتي لا توقف، قلت له راه دري راه صغير، دري الله عنده 8 سنين باقي ما عرفش الاول، قلت له ثاني راه دري راه مع 10 توحد وربي رغم انا واش معاه، قلت له راه توحدي، قلت له عاود قلت له راه توحدي الدري، قلت له عاود قلت له توحدي، قال لي واش دو صافي، قلت له والو خليته، شديت عاود لعبه اخرى.